الو، الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. اخي محمد السريري، اياه، تحياتي اخويا. تحياتي متبادله اخويا العزيز. معك مصطفى من سلا 25 سنه. مصطفى سلا 25، من باغي دير هاد التيست؟ واحد الانسانه ديالي. اي، شنو سميتها واش مدينه وشحال في عمرها؟ سميتها هنا من سلا 24 سنه. شحال انت معاها؟ واخويا راه 3 سنين. اللهم بارك. عطينا النمره ديالها 06 ديال اختها. ها نمره اختها 06. فيكس. واش نمره فيكس؟ تعطيني. اها اوكي، عاودي النمره. اوكي، ولكن دابا ما كيفاش غادي نقول اختها؟ اختها غتكون عارفه بلي راه نعطيك النمره واقيلا بوحدك. لا عارفه يعني خوتي، يعني واحد المشكل كنا خاصنا، وداك الشيء خاصنا دابا شي قرب شي دوم. دابا واش بلوكاتك ولا؟ لا، هي النمره مابقاتش خدامه عندها، جربت من المريخ مابقاتش خدامه عندها، مابقاتش كتطلع. وكتهضر مع اختها؟ غريب الامر. خلينا نصنع. شنو سميت اختها؟ نعم، اختها شنو سميتها؟ سميتها فاطمة. فاطمة ولا فاطمة الزهراء؟ فاطمة الزهراء. صح. محاولة الصغر. ما حشمتش ما نبداو بالتيست فاطمة الزهراء هي الأولى. تكيسو عليهم في الكومنتار. على المرة الأولى ما جاوباتناش اختها. شوف هاد النمرة الثانية ديال الله يحفظك خويا محمد. ناتي بعدا نشوفو دابا. أرى النمرة ديال اختها هادي ما غاديش تجاوب فيها. اها 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 عاود. اها 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 يلا ما تهضرش حتى نقولها لك. الو، السلام عليكم. اهلا وسهلا. صفاء استاذه بخير؟ الانسة فاطمه الزهراء هذه. تحياتي لك اختي صفاء، كلشي مزيان؟ العائله مال الدار كلشي بخير؟ الحمد لله. ياك ما صونيت عليك شي وقت ماشي هو هذاك، ما كاين شي ازعاج. الله يكبر بك. الاخت ديال هناء ياك؟ ممكن دوزيها ليا؟ ارجون؟ غير دوزيها الا كانت حداك، وراه وانت حدا راه غتسمعي كلشي. إلا بوسيبل. ألو، السلام عليكم. اهلا وسهلا الانسه هناء، تحياتي لك اختي العزيزه. صافا بخير؟ بخير. العائله مال الدار كلشي مزيان؟ لا، سمحي لينا على الديرونجمون. لا، ولكن انت ديري راسك، واش ما عندكش تليفون ولا شنو؟ ولا خاسر ليك ولا كيفاش؟ كيفاش التليفون ديالك ما خدامش؟ لا ما خدامش. علاش؟ مرحبا بك. عرفتي شكون اللي معاك؟ لا لا، معك السي محمد السريري. لا.
شرف لي اكثر اختي العزيزه. كي دايرين مالين الدار العائله الاحوال كلشي بخير؟ الله. معنا اليوم في اللايف ولا ما معناش؟ لا ما معناش اليوم. هناء مدينه سلا العمر ديالك 24 سنه ياك؟ مرحبا بك. هذا واحد السيد يلاه تعرف عليك في هذا الشهرين الاخر، تعرف عليك في السوشيال ميديا هو اللي عطاني الرقم ديالك. المهم واحد السيد كيبغيك وباغي يدير لك ان تيست مادام عارفه البرنامج ديالنا. ها ما تدعيش في اختك الله يرحم لك الوالدين بعدي منها. ها عندي اخويا في شي واحد فكري مزيان راه معانا دابا واخا يكون معاك نعرفو لك اخويا. ها كان اخويا مصطفى نسيبنا هو اللي كاين. مصطفى نسيبكم؟ الو الو وي شكون مصطفى نسيبنا هو اللي كاين؟ شكون مصطفى؟ مصطفى النحالة في الصحراء مسكين. ها مصطفى النحالة. مصطفى النحالة اش كيجي هذا مصطفى النحالة؟ سيبنا خويا لسعد الله. واش انت كنيسك النحالة؟ الو ها يلا وقولي لي يا اختي هناء. هناء نعم اخويا شنو بينك وبين مصطفى؟ قال لي بلي مخاسمين. ها بيني وبين والو داك السيد انا وياه تفارقنا شحال هادي. ولكن السيدة بغا يطلب منك الاعتذار، كيبغيك وكيحماق عليك وناوي معاك الحلال. قال لك شوفي، قال لك ما غادي يقول لك نتلاقاو ما حتى شي حاجة، النهار غيشوفك غادي يجي ديريك لداركم يخطبك من عند والديك. ها نجيب دوري اش قلتي؟ سي مصطفى نعم خويا نعم تكلم معاه. الو الو انا بخير الحمد لله الحمد لله والديك شي بخير؟ دابا الحمد لله صافي مكرتي. شوفي هناء ما تلاقاي معاه ما تخرجي معاه ما والو، بغاك الدار ديريكت ياك. السلام عليكم. سمعتي يا مصطفى؟ القلوب القلوب صافيه هناء ياك. ها المسامح كريم. ها هناء المسامح كريم ياك. واختي عطينا عطينا عقلك، خلينا من دابا من الهضره مع اختك. هيا كاع باركات لك اختك والله يكمل عليكم بالخير. امتى مصطفى غادي دير لنا العراسيه؟ ايوا ان شاء الله كنا واقفين ان شاء الله الخطبه الاولى نكون فيرمو. اها ايوا واحد النقاش كذا. ايوا الله يسامح. يلا الله يكمل عليكم بالخير، الله يجمع بيناتكم في الحلال. الله يبارك لك. ايوا ترجل معانا هناء هكا ولا هكا ابل مو. يلا تحياتي. يلا مرحبا خويا مصطفى.